السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم نأخذ صفحتين 48 و49 من كتاب فضاء الرياضيات للمستوى الثاني ابتدائي. الحصة الرابعة التتمير. أول تمرين أكتب ما يناسب. عندنا الميزان الأول والميزان التالي والميزان الثالث، كل واحد وعلاش العلبة اللي كيعبر عليها. أول حاجة، أول نقطة قال لنا كتلة العلبة الخضراء هي، فين هي العلبة الخضراء؟ هي هذه. شحال الكتلة ديالها؟ كنلاحظوا أنها في الميزان الأول. الميزان الأول شنو فيه؟ فيه العلبة الخضراء في واحد الكفة، والكفة الأخرى شحال فيها؟ 1 كيلوغرام، 1 كيلوغرام، 1 كيلوغرام. يعني إلى وهنا شنو كيبين لنا؟ أنه كاين توازن، يعني هذه العلبة الخضراء كتساوي هاد الجرامات أو الكيلوغرامات اللي محطوطين هنا. إذا هاد العلبة شحال كتساوي من كيلوغرام؟ 1، 2، 3. هذه العلبة الخضراء كتساوي 3 كيلوغرام. قال لنا كتلة العلبة الزرقاء هي، هنا كنشوفوا عاوتاني واحد التوازن، يعني هاد الكفة كتساوي هاد الكفة، وهنا شحال عندنا من كيلوغرام؟ 1، 2، 3، 4، 5، عندنا 5 كيلوغرام. واش غنقولوا بلي هاد الكتلة أو العلبة الزرقاء كتساوي 5 كيلوغرام؟ لا. علاش؟ حيت حداها 1 كيلوغرام، يعني انها هي والكيلوغرام معا اللي كيساويو 5 كيلوغرام. الا بغينا نعرفوا العدد الكتله ديالها بوحدها، نشدوا هاد 5 كيلوغرام اللي لقينا، نقصوا منها 1 كيلوغرام، شحال تعطينا؟ هي 4 كيلوغرام. علاش؟ حيت انا لقيت توازن بيناتهم، اي ان هاد الكفه كتساوي هاد الكفه. باش نعرف انا شحال هنايا، خصني نحسب شحال هنا. هنا قال لي 5 كيلوغرام، اذا حتى هنا 5 كيلوغرام، ولكن هما ما قالوا ليش، قول لي شنو كاين في هاد الكفه كامله. قالوا لي غير الكتله اولا العلبه الزرقاء. يعني انا شنو غندير؟ ناخذ هاد الشيء اللي لقيت هنا ونقص منه الكيلوغرام باش يبقى لي غير كتله العلبه الزرقاء، وداك الشيء اللي درت ياك، لقينا 5 هنا ونقص منها 1 باش تبقى لي 4. هنا قال لي كتلة العلبة الحمراء هي شحال ديال الكيلوغرام. هنا عطاوني انها هنايا في هذا الميزان شحال كاين؟ 1، 2، 3، 3 كيلوغرام، وراه في وضعية توازي مع هاد الكفة. اذا هذه كتساوي هذه، مادام انه هنايا 3 كيلوغرام، اذا حتى هنايا 3 كيلوغرام ياك. ولكن انا باغي غير العلبة الحمراء ياك، غير العلبة الحمراء اللي باغي انا نعرف شحال كتساوي من كيلوغرام. وشنو حداها؟ حداها 2 كيلوغرام، يعني العلبة الحمراء و 2 كيلوغرام كيعطوني 3 كيلوغرام. باش نعرف انا العلبة الحمراء بوحدها، انشد 3 كيلوغرام ونحيد منها 2 كيلوغرام. 3 ناقص 2 شحال كتساوي؟ 1 كيلوغرام. اذا كتلة العلبة الحمراء هي 1 كيلوغرام. وهادشي اللي عندنا، عندنا كل 3 العلبة الخضراء 3، الزرقاء 4، والحمراء 1 كيلوغرام. دابا شنو قال لينا؟ ألون المكعب بما يناسب. عندنا المكعب ما عرفناش اللون، يلا خصنا نعرفه. أخف من المكعب ما عرفناش اللون. شنو المكعب اللي عندنا خفيف على المكعب الآخر؟ عندنا مثلا اللي باللون الأحمر فهو أخف من المكعب اللي باللون الأخضر، أو اللي باللون الأخضر أخف من المكعب اللي باللون الأزرق. مثلا نديروا بأن المكعب الأخضر هو أخف من المكعب اللي باللون الأزرق. قال لنا المكعب ما عرفناش هو الأخف، يعني أخف واحد شكون هو؟ هو المكعب الأحمر، حيث الكتلة ديالو هي فقط 1 كيلوغرام، يعني هو أخف مكعب في جميع المكعبات اللي عندنا. قال لنا المكعب هو أثقل من المكعب، شكون اللي أثقل من الآخر؟ مثلا ناخذ أن المكعب الأخضر هو أثقل من المكعب الأحمر. ثلاثة كيلوغرام راها أكثر من 1 كيلوغرام.
ولكن أثقل مكعب هو المكعب الأزرق. هذا هو أثقل مكعب. هكا نكون سالينا النشاط الأول. دابا ناخد التمرين أو النشاط الثاني. قال لنا أحيط بخط ما يوازن الضفدع، وقال لنا في الملاحظة كتلته هذا المساكة كتساوي 1 غرام. وحنا خصنا شنو نديرو؟ ما يوازن الضفدع. بما أن كتلة هذا الضفدع هي 112 غرام، يعني شحال خصني؟ هاد العلبة فيها 50 وحدة، وهاد العلبة 25، وهاد العلبة 25. إلى جمعتهم بثلاثة شحال تعطيني؟ 50 زائد 25 زائد 25. 25 و25 كيساويو ليا 50 وحدة. 50 وحدة، 50 مساكة زائد 50 هي 100 وحدة. هاهما هادو كاملين كيعطوني 100، والضفدع كيساوي 112، يعني خصني 12 مساكة أخرى. ها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. إذا هادشي كامل يلاه يوازن ليا الضفدع. إلا شديت هادشي كامل وحطيته هنا يلاه يقدروا يوليو حالة توازن. علاش؟ حيت 50 75 هنا 100 112 112 112 وحدة هي 112 غرام، وهي كتلة الضفدع. يعني هذه راه كتساوي 112 غرام. وهكا كذلك غنكونوا سالينا التمرين الثاني. دابا ناخذ التمرين الثالث. قال لنا اقدر الكتلة واحيط بخط ما يناسب في كل حالة. عندي هنا محفظة ممتلئة بالكتب، واش كتساوي؟ 200 غرام، 8 كيلوغرام، ولا 20 كيلوغرام؟ 200 غرام راه غير القياس ديال واحد دفتر واحد راه كيساوي 200 غرام. و20 كيلوغرام بزاف باش تكون في محفظة. 20 كيلوغرام راه الكتلة ديال شي شخص ماشي ديال محفظة. اذا هي 8 كيلوغرام. المحفظة باش كتكون ممتلئة كتكون هكاك 7 كيلوغرام، 8 كيلوغرام، حتى 5 كيلوغرام. هنا عندنا حامض اولا الليمون، شحال الكتلة ديالو؟ 2 ليمونات، واش 200 كيلوغرام، 2 كيلوغرام، ولا 20 كيلوغرام؟ هو 2 كيلو. 2 كيلو كيكون شحال فيه ديال الليمون؟ كيكون فيه بزاف، يعني 2 وحدة راه غير 200 غرام، غير 200، ما ساويين حتى كيلوغرام باش يكونوا ساويين 2 كيلوغرام. 20 كيلوغرام راه كما قلت لكم كتلة ديال الانسان. هنا عندنا واحد الشخص، واش نقولوا فيه 300 غرام؟ ماشي دفتر هو باش نقولوا فيه 300 غرام، ولا 3 كيلوغرام. 3 كيلوغرام كذلك فهي كتلة صغيرة بزاف، يعني 3 كيلوغرام نقولوها غير على مثلا واحد الكمية ديال التفاح ولا ديال الليمون. اذا 30 كيلوغرام، شخص في هاد السن كيكون فيه 30 كيلوغرام تقريبا. وهكا غنكونوا سالينا التمرين الثالث كذلك من الصفحة 48. دابا ناخذ صفحة 49. الحصة الخامسة أتمرن من جديد. عندي التمرين الأول. قال لنا أكتب ما يناسب كما في المثال. هذا هو المثال الأول. عندنا واحد السلة فارغة أو فيها شي حاجة لتحت، شنو كتوازن؟ هاد الكتل. الكتلة الأولى فيها 200، الثانية فيها 100، الثالثة فيها 50. إذا هاد السلة شحال فيها؟ 200 و100 هي 350، هي 350. يعني هاد السلة فيها 350 غرام. أمشيو للسلة الزرقاء، شحال فيها؟ حتى هي في وضعية توازن. شحال هنا؟ 500 200 100. 500 200 100، شحال هي؟ 1 زائد 2 3، 3 زائد 5 هي 8. يعني هاد السلة شحال فيها؟ 800 غرام. دابا ندوزو لآخر سلة وهي السلة الخضراء. شحال فيها؟ 500 200 50 20. يعني شحال كتساوي؟ 500 زائد 200 هي 700، 700 زائد 50 هي 750، 750 زائد 20 هي 770.
وباش نتأكدو نديروها هنايا، عندي 500 زائد 200 زائد 50، 50 زائد 20 راه هي 70، يعني بلا ما نفرقوه شحال كتساوي. عندي الأصفار زائد فضياتهم صفر، صفر زائد صفر زائد سبعة سبعة، خمسة زائد اثنان هي سبعة، لاحظتوا أنها هي 770. وهذا هو التمرين الأول. دابا من بعد ناخذ التمرين الثاني، قال لي ألاحظ وألون العلب من الأخف إلى الأثقل. هنا عندي بزاف ديال العلب وأنا خصني نلون شكون الخفيفة فيهم كاع وشكون الثقيلة فيهم كاع. بعدا نبداو بالحساب، ناخذ العلبة الحمراء، شحال القياس ديالها في الجهة الأخرى؟ هي 500 غرام. عندي هنا 500 غرام، ولكن هنا ما كايناش الكتلة الحمراء بوحدها أو العلبة الحمراء، معها 150 غرام، مع 150 غرام، يعني العلبة الحمراء زائد 150 غرام كتساوي لنا 500 غرام. إذا باش نعرف العلبة الحمراء شحال كتساوي، خصني ندير 500 ناقص 150 غرام. كم تساوي؟ هاد 500، قال لك هاد الكفة كتساوي 500، أنا عارفها باللي ما كايناش الكتلة الحمراء بوحدها، إذا نشد 500 كيف ما هي، نحيد منها هادوك العلبات اللي زايدين، أولا الكتل اللي زايدين اللي القياس ديالهم 150. صفر ناقص صفر صفر، كنزيد بالواحد وكنهبطها، 10 ناقص 5 5، 5 ناقص 2 3، يعني شحال القياس ديالها؟ هي 350 غرام، هذه العلبة الحمراء. دابا ناخذ العلبة الزرقاء، شحال قلنا؟ 500، وشحال هنايا؟ اذا انت هنايا كاينه 500 ولكن معها واحد الكتله اخرى ساويه 100، اذا نحيدوا هذه الكتله، ياك 500 هنا نحيدوا منها 100، شحال تبقى ليا؟ 400. دابا نمشيو للكتله الخضراء اللي ما معها حتى وحده، اذا ولكن ما حسبناش هادو، اذا حنا نحسبوه 500 زائد 100 600 زائد 100 اخرى كتساوي 700 زائد 550 عفوا كتساوي 750. إذا 750 400 350، شكون هي أخف وحدة؟ هي طبعا العلبة الحمراء اللي فيها غير 350. شكون اللي تبعها؟ هي الكتلة الزرقاء اللي فيها 400. والآخر وحدة ولا أثقل وحدة هي العلبة الخضراء. وهكا نكون سالينا كذلك التمرين الثاني. دابا نأخذ أتذكر وهي قاعدة هذا الدرس. هنا عطينا الميزان، قال لنا كتلة واحد المساكة هي واحد كيلوغرام، يعني كتلاحظوا أن الميزان راه في حالة تساوي توازن، يعني قد هذه قد هذه، إذا أن هذه المساكة كتساوي واحد كيلوغرام، والسكر راه توا في حالة توازن مع واحد كيلوغرام. شنو كنستنتجو؟ أن كتلة واحد العلبة ديال السكر هي واحد كيلوغرام. علاش؟ حيت الميزان هو في حالة توازن أولا في التساوي، يعني هذا جاي الوسط. دابا نشوفوا هنا، قال لنا كتلة الحمراء شحال هي؟ واش أقل من واحد كيلوغرام ولا أكثر من واحد كيلوغرام؟ كتلة العلبة الحمراء هي أقل من واحد كيلوغرام. علاش؟ حيت الميزان راه غادي مايل الكيلوغرام، فاش حطينا العلبة الحمراء وحطينا واحد كيلوغرام مشالنا الكيلوغرام، يعني كيقولنا بلي راه واحد كيلوغرام ثقيل بزاف على هذيك الكتلة الحمراء. وكان غير هنايا كنا نقولوا راه ثقيل غير شويه، اما دابا راه ثقيل بزاف، يعني العلبه الحمراء صغيره بزاف على واحد كيلوغرام. هنا قال لنا باللي العلبه الخضراء هي اكبر بكثير من واحد كيلوغرام. علاش؟ حيت الميزان مشى عند العلبه الخضراء. قال لنا كتله العلبه الخضراء اكبر من واحد كيلوغرام، وهنايا حيت في حاله التوازن فرقنا كتله العلبه البرتقاليه هي واحد كيلوغرام، وكيلوغرام كيكون بحال هكا، الغرام راه كيكون صغير. هكا كيكتب الغرام كيتكتب غرام، والكيلوغرام كيلوغرام. وهكا نكونوا كذلك سالينا الصفحة 49 من كتاب فضاء الرياضيات للمستوى الثاني ابتدائي، والسلام عليكم.